خليك مع الفرض بتاعنا، خليك مع الفرض بتاعنا. طيب ما احنا هنقول للناس اللي عندهم تمساح وكبر عندهم يسلمونا بنت الحمام واحنا هنتفق مع بنت الحمام واحنا هناخده من هناك ونرجعه بحلو. ايه رايك؟ ايه رايك؟ كويس هنا مثلا حاجه بدل ما الناس مش عارفه تبني فيه مش عارفه تبني فيه اتزنق والولد مسك شبك فيه مش ممكن يحصل. يعني هي مبادره من حضرتك اللي عنده انا بحكي دلوقتي مع بنت الحمام عشان التكلفه بتاعتها كويس ويعني واحنا هننقل من بنت الحيوانات ليه؟ لأسوان نحن نزرع أن في وحدة تماسيح احنا انشأناها تبعنا من شباب دارس الحكاية كويس ومسؤول عن الاتفاقية بتاعتنا الخاصة بالتماسيح وبنفكر في إنشاء مزارع كويس ووصول بمصر الى الدرجه ان هي تخليها تقدر تستثمر لان الاتفاقيه بتديك كذا ليفل. في ليفل اولاني انك انت خلاص وصلت عدد التماسيح لما بتوصل لعدد معين من الممكن انك انت تعمل مزارع وتصدر. فاحنا شغالين على فان شاء الله في بلدنا فن متقدم رسمي للنقد العام لان جماعه الاخوان المسلمين هم اللي بياخدوا التماسيح. انا بقى انا بتاع بيئه فن مش بتاع امن كويس انا بتاع بيئه مش بتاع امن فالجهات الامنيه هي اللي تتولى الكلام ده. انا شغال في البيئه انا عندي بيجي لي تمساح بروح اصطاده وارجعه وافكر في الحل واقول الحل واروح اتفق مع جنينه الحيوانات. اما الجزء الامني فده ولا الجهات الامنيه وهي افضل طبعا.